السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كراكم مزيانين، نتمنى لكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو تما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معاكم حلوه بالبيض مسلوق. غادي نحتاجوا فقط داك الصفار ديال البيض وكذلك بثلاثه المعالق ديال النشا. واحد الحلوه كتجي كتذوب في الفم وكذلك كطيح اقتصاديه، فنتمنى انها تعجبكم، يعجبكم الفيديو ديال اليوم. فما نساوش كيف ما العاده بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كذلك اخواتي ما تنساوش واحد اللايك على الفيديو وانتم كتفرجوا. فندوزو دابا مباشره مع بعضياتنا المكونات وطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله، في واحد القصريه وضعت 250 غرام ديال الزبده منقاري او زبده الحلويات او زبده ايديال اللي كنستعمل، وضعت معها كاس ديال السكر سنيده او سكر الخشن. بالنسبه للكاس ديال السكر تقريبا مع كاس ديال العلبه، انا استعملت كاس ديال الشاي. بالحق ما كاينش يعني شي فرق كبير ما بينه وبين كاس ديال العلبه. كذلك قبيصه ديال الملح اللي ضروريه ما نساوهاش يعني في الحلوه. صافي، ومن بعد غادي نحاول انني نخدم هذه الحلوه مزيان مع داك الكاس ديال السكر اللي وضعنا له. وبالنسبه للزبده من الافضل ومن الاحسن تكون في درجه المطبخ باش يعني تساعدكم في الخدمه ديالها، ما تعذبكمش بزاف. صافي، من بعد ما حاولت انني نخدمها هكا واحد شويه مع داك السكر سنيده، من بعد غادي نزيد لها جوج كيسان ديال زيت نباتيه وغادي نخدمها مزيان حتى يصبح القوام ديالها بحال هكا، يعني كتصبح لنا بحال شي كريمه ضروري من هذه المرحله هذه. من بعد غادي نزيد واحد الكيس ديال الفاني باش نكهو الحلوه ديالنا، وغادي ندير ثلاثه د المعالق ديال النشا او مايزيده اللي كتعطيها واحد الهشاشه. بالنسبه لهاد الحلوه هذه صراحه كيتشي كتذوب في الفم، وخلي ما عندهمش السنين راه ياكلوها صراحه، غير كديرها في فمك وكتضغط عليها ما كيبقى فيها والو، مشات كتجي صراحه رائعه جدا. من بعد غادي نحكي عليها خمسه ديال الصفار ديال البيض، ما كنستعملوش بياض البيض، كنستعملو فقط داك الصفار. هانتوما سلقتو قشرتو حيتلو داك البياض، يعني خليت غير داك المحاح من الداخل، وكنحكو في الحكاكه كيف ما كتلاحظوا. صافي غادي نحكو، غادي نحاول انني المهم نخلط هاد الحلوه مزيان. المهم نتمنى ان التصوير الفيديو يكون واضح صراحه، يعني التصوير ما كيعطيش الحق ديالو، كيجي شويه ناقص يعني التصوير شويه في الكاليتي ناقص، مي صراحه نتمنى ان يعني الفيديو يكون واضح. صافي غادي نحك دابا داك صفار ديال البيض كما قلت لكم، خمسه ديال الصفارات نتاع البيض. وغادي نخلط المكونات جيدا بحال هكا حتى كيصبح لنا القوام على هذا القوام هذا. بالنسبه للون كيجي اللون اصفر يعني بداك اللون ديال البيض اللي وضعنا. ودابا كنضيفو الدقيق بالتدريج. بالنسبه للدقيق بطبيعه الحال ديجا كيكون عندنا مغربل. صافي، وكنبقاو نضيفوه كما قلت لكم بالتدريج، ما كنضيفوهش دفعه واحده. وكذلك غادي ندير جوج اكياس من خميره الحلويات من فئه ديال 8 غرام، يعني 16 غرام غادي ندير المجموع. صافي، وغادي نجمع الحلوه ديالي كما قلت لكم، وانا كنزيد الدقيق شويه بشويه، انا كنجمعها حتى كنتحصلوا على واحد العجينه ديال الحلوه اللي كتكون رطبه، ما كتكونش قاصحه وفي نفس الوقت ما كتكونش يعني جاريه. المهم غادي تشوفوا معايا ان شاء الله القوام ديالها من بعد ما نجمعها. بعد ما جمعتها شوفوا معايا القوام ديال الحلوه ديالنا، كتجي واحد كما قلت لكم واحد العجينه كتجي لينه، يعني كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه وما كتجيش يعني جاريه في نفس الوقت. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نشكلوها. غادي نشكلوها كويرات، يعني عادي كويره العاديه بالنسبه للتشكيل، نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا صراحه بالنسبه لهاد الحلوه هذه كنفضل ندير لها بحال هكا، المهم كويرات بحال هكا. صافي، وكنديرها في واحد اللاطه ديال الفران
اللي ما كندهنوها لا بزيت لا بتب شي حاجه، حيت الحلوه عندنا فيها الزبده ما غاديش تلصق. وكذلك اللي كان عندكم داك ورق الزبده يعني ديروه، غيكون من الاحسن ومن الافضل. هنا بعد ما درنا الحلوه في اللاطه كما كتلاحظوا، دابا غادي نشعلوا الفران ان شاء الله. المهم انا حتى كملت الكميه كلها، بقات لي واحد الكريسه صغيره هانتوما. المهم كملت الكميه كلها، غادي نشعل عليها الفران، غادي نطيبها مشيه الفوقيه، نخليها حتى كطيب وتحمر، بعد غادي نهبط نحمرها شويه. هي هذه من بعد ما خرجتها من الفران كتجي يعني ذهبيه كيف ما كنقولوا، ما كتجيش محمره بزاف وما كتجيش بيضه في نفس الوقت. بالنسبه للزين اخواتي، انا غادي نحتاج هنا شوكولا، شوكولا سوداء، وكذلك غادي نحتاج الكوك او جوز الهند باش غادي نزين. وانتم تزين كيبقى لكم الاختيار ديال كل واحد وعلى حسب طبيعه الحال اللي متوفر. صافي هنا درت واحد الطبسيل، درت فيها واحد الكميه ديال الكوك. بالنسبه للكوك من الافضل يكون داك النوعيه اللي كتكون زوينه، يعني داك النوعيه اللي كتكون زيته باش الحلوه ديالكم كتجيكم زوينه. وكذلك بالنسبه لداك الكوك اللي كيكون زيت كيكون فيه واحد المذاق زوين ماشي بحال الناشف. صافي دابا خديت الحلوه ديالي درتها في الشوكولا. المهم الصراحه كنت حاطه التليفون ملاول، نتمنى كما قلت لكم ان التصوير يكون واضح. صافي هزيت الحلوه ديالي درتها في الشوكولا كما كتلاحظوا، وكنحطها في داك الكوك. صافي وكنحاول انني المهم ندردر عليها داك الكوك مزيان. صافي غادي نحط وحده اخرى بنفس الطريقه، بالنسبه للطريقه ديال التزيين حتى كنكمل الكميه كلها على الطريقه هذه. بالنسبه للشوكولا باش مدوباها، مدوباها بوحده يعني ما مدوباش معها شي حاجه، دايره معها فقط واحد القطرات ديال الزيت باش كتعطينا داك الشوكولا واحد البريو زوين. وبالنسبه للشوكولا الصراحه ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما، بالنسبه للنوعيه ديال الكالا ما بقتش هي هذيك، يعني جرات ما بقاش فيها داك اللون الداكن يعني داك اللون الاسود، كذلك ولات جاريه يعني غير كنديروها ما ديري معها حتى شي حاجه، ولات جاريه الصراحه ما بقتش يعني كيف ما كانت. المهم واش نتوما لاحظتوا هذه الملاحظه ولا غير انا؟ صافي انا بعد ما كملت الكميه، هذه هي الكميه، المهم راه خرجت لي تبارك الله الخير والبركه، غير عمرت معكم انا هذه اللاطه هذه. المهم هنا كنوريكم الشكل ديال، هذا هو الشكل النهائي، كتجي الصراحه رائعه جدا في المذاق، وكما قلت لكم كيتجي فتيل واحد الدرجه كبيره. غادي نحل معكم وحيده في الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا معي كيفاش كتجي. فنتمنى من خوتي اخواتاتي انكم تجربوها وتردوا عليا. نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوها مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا. كذلك الى كنتو جداد والاول مره كتشاهدوا هذا الفيديو ولا كتشاهدوا هذه القناه، فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا كل ما هو جديد. ما تفخلوش عليا باللايكات ديالكم الزوينه المحفزه على الفيديو، وكذلك تعاليقكم اللي كتهمني بزاف، الاراء ديالكم خليوها لي في لي كومونت. المهم غادي نحل معكم هذه، شوفوا معايا غادي نضغط عليها غير هكا بالاصبع. هانتوما راه ما شاء الله كتجي غساله. وبالنسبه لهاد الحلوه هذه قد ما طولت يعني قد ما جلست معاك في الدار، وهي كتزيد زيان فاش كطول كتزيد صراحه اكثر واكثر تزيان. فنتمنى انها تعجبكم تجربوها. فما دابا ما غاديش نطول عليكم اكثر من هكا، نقول لكم اللي باقي كيشوف الفيديو حتى لدابا شكرا بزاف على حسن المتابعه ديالكم. السلام عليكم مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.